باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. أهلا بكم إخواتنا في حلقتنا أسرتي أيقونة في الكنيسة. ومن النهاردة بنعمة ربنا هناخد سلسلة جديدة بعد سلسلة أصدقاء وأزواج، وهي تدور حول المفهوم المسيحي للجنس في حياتنا بعنوان المفهوم المسيحي للجنس تساؤلات. هناخدها في صورة تساؤلات صغيرة وإجابة صغيرة أيضا عليها، بحيث أن نتفهم مع بعض أهم شيء في حياتنا الزوجية وأحد أهم العناصر في الحياة كلها. ونبدأ بأول تساؤل، وهو تساؤل عام، وهو ما هي غاية وجود الإنسان؟ لماذا خلق الله الإنسان نفسه؟ قبل ما ناخد مفهوم لماذا الجنس في الإنسان، لماذا خلق الله الإنسان؟ الله كائن كامل في ذاته، غير محدود بالزمان ولا بالمكان. الله روح عظيمة لا يحتاج إلينا. احنا بنصلي في القداس نقول له لأنك أنا المحتاج إلى عبودي ربوبيتك، ولست أنت المحتاج إلى عبوديتي. الله كائن منذ الأزل، والله كامل في ذاته. الله هو الحب الكامل، والحب والمحبة كائنة في ذات الله. حتى لما بندرس الثالوث القدوس والتثليث والتوحيد بنعرف أن الآب والابن والروح القدس في علاقة حب كاملة بينهم، وهو ده المصدر اللي بيتدفق منه الحب للبشرية كلها أو للكون كله. والله بطبيعته يهب الحياة، طبيعته واهب للحياة. والمحبة أو الحب بصفة عامة لا يتغلى ولا يظهر إلا لما يكون في كائن آخر يشعر بهذا الحب. لو إنسان كله محبة لكن يحيا لوحده، طب من الذي سيشعر وكيف يشعر هو بالمحبة المتبادلة، وكيف يشعر الآخر؟ أو إذا لم يكن هناك آخر فكيف يكون للمحبة دي وجود فعلي عنده وبالتالي عند الكون كله؟ ولهذا كانت إرادة الله وهو الكائن الكامل في محبته أن يوجد محبوب يسري إليه طيار الحب الإلهي يفرح به، يسعى إلى الاتحاد بمصدره الله. ولهذا تعتبر الخليقة كلها كائنة على فلسفة الحب الإلهي الغير محدود. علشان كده الله المحب مدفوعا بمحبته اللا متناهية أن يهب الحياة لآخر، جاعلا إياه محبوبا، يفرح بقلب الله ويفرح قلب الله، يسر بالله ويسر بالله به، ويسر هو بحضور الله وبوجود الله، ويسر الله بحضوره ووجوده. ولكن مين هو هذا المحبوب وإيه طبيعته؟ الحقيقة لما نشوف نبص للخليقة، الله خلق المادة، الأرض، النباتات، خلق كائنات حية ولكن ليس لها روح عاقلة، اللي هي الحيوانات والأسماك والنباتات والحشرات والديدان وكل الكائنات الحية التي هي عبارة عن جسد له غرائز ولكن ليس فيه روح عاقلة تستطيع أن تدرك وجود الله وتستطيع أن توجد علاقة مع الله ومع الآخر. وخلق الملائكة، والملائكة هم أرواح عاقلة ذات إرادة لكن لهم جسد نوراني. وخلق الإنسان روح عاقلة ذات إرادة ليها جسد مادي لا يتمتع به الملائكة ولكن يتمتع به الإنسان، وهذا الجسد أخذه من الطبيعة من تراب الأرض، وصار هذا الكائن الإنساني اللي ذكر عنه أو الوحيد الذي ذكر عنه أنه مخلوق على صورة الله ومثاله. الملائكة لم تخلق على صورة الله ومثاله، وده اللي بنفهمه الكتاب المقدس،
لكن الله عندما أراد أن يخلق الإنسان، بالرغم أنه خلق الملائكة قبل الكون الأرضي ده وقبل خلقة الإنسان نفسه، قال الله عن الإنسان: نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. ولذلك نقدر نقول أن الكائن البشري ده كان موجود في عقل الله قبل أن يخلق، محبوبا وعلى شبه الله، والله أوجده بحب الفياض لكي يتمتع هذا المحبوب بحب الله، ولكي يصير هذا المحبوب بالإنسان هو سر الخليقة. الله خلق الإنسان من مادة الأرض ومن نسمة الحياة، فصار الإنسان محبوب الله، ووهبه أن يكون هو الوحيد الذي يجمع كيان العقل والإرادة والحرية وإمكانية الخلود وإمكانية الارتباط، وأيضا الارتباط بآخر. فالإنسان إذا مخلوق يتكون خاصة بتكوين خاص يجعله مهيئا أن يتجاوب بالمحبة مع الله ومع الآخر. ولا تظهر هذه الموهبة في الكائن الإنساني إلا عندما ينفتح بالحب على الله وعلى الآخر. ولهذا نقدر نقول أن غاية وجود الإنسان هي تعبير عن حب الله، وأن الكائن الإنساني ده الله خلقه على صورته كمثاله لكي يحيا بهذا الحب، يفرح به، وأيضا هو يكون مصدر حب. وهذا الحب والمحبة في الإنسان ترتقي وتنمو وتنمو، وحتى لو مرت باختبارات لكنها بالمحبة اللي هي تنتصر، إلى أن يتحد الإنسان بالله ويشبع الإنسان بالعشرة الدائمة مع الله في الملكوت. هكذا المحبة والحب هو السبب الأساسي والغرض الأساسي والغاية الأساسية من خلقة الإنسان، وفيه يلتقي ما هو مادي بما هو إلهي. ولهذا الإنسان هو فريد بين كل الخليقة، حتى أنه قيل عن الملائكة أنها أرواح خادمة للعتدين أن يرثوا الخلاص. والله وضع في هذا الكائن الإنساني الجنس أحد أهم عناصر هذا الكيان الإنساني، وده السؤال اللي نجاوب عليه بنعمة ربنا في حلقة قادمة، وربنا يكون معاكم في كل وقت. آمين.